الاخ فيصل مسلم، فيصل الحيه، يمكن الطيف العميري، العم خالد السلطان فقط يعني، سلام البراك، والاخ العزيز ابو محمود. مع انك انت هم ابو محمود انتقدته، طبعا يعني ابو محمود ما هو وقلت ترى. عن ان لما نتكلم على موضوع الانتخابات قلت ان لمن قال لكل حادث حديث انت هذا التصريح. انا اعتقد ما كان موفق، كان سقط حقيقه، ما كان موفق. سقط على مسلم البراك؟ طبعا طبعا، يعني انت من دفعت اكبر ثمن من اجل المقاطعه، مو صالح الملح. ليش تعتبرها سقطه ابو محمد؟ لان في النهايه يعني احنا قاعد نتعاطى مع ادوات سياسيه. لا لا، هو وما قال اي ولا قال لا، قال لي كل حادث حديث. لا لا، هو لا لا، كل حادث حديث يعني بمعنى ان هذه المساله ما هي مساله مبدأ قابله للاخذ والعطاء في ظل النظام الحالي. اول ما كان مطلوب من الاخ الكبير والعزيز واللي اؤكد احترامي للمره المليون له في هذا خلال هذا البرنامج الاخ مسلم البراك، ما كان مطلوب منه ان يعلن موقف، وخصوصا في هذه الاجواء بعد خروجه من السجن مباشره. يعني اليوم هناك يعني عشرات الشباب المرددين الخطاب، والخطاب اللي ارتكز، تبي تتفق تختلف مع الخطاب، انا اختلف مع 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 مع, مع الخطاب كمفردات ولا كان، لكن الفكره من الخطاب هي كانت رفض الانفراد بالقرار واصدار مرسوم تعديل النظام الانتخابي. طيب انت يا اخي ابو حمود دخلت السجن ودفعت ثمن وبشرف من اجل هذه القضيه. هناك العشرات من الشباب كانوا ينتظرون في وقتها، طبعا صدرت احكام الحمد لله على كل حال، بان صدرت احكام مع وقف النفاذ، نستطيع ان نقول مبروك لانها ادانه، بكل اسف ما كنا نتمنى الادانه، لكن مع وقف النفاذ الحمد لله على كل حال. انت دفعت ثمن ودخلت السجن من اجل هذه القضيه، هناك شباب رددوا الخطاب بعدك وبعض النواب من اجل هذه القضيه، فكان خصوصا بعد خروجك من السجن مباشره، ولو كل حادث حديث، يعني هذه العباره استفزتني، ومن حقي يا اخي. بالنهايه معزتي وتقديري واحترامي لمسلم البراك كان وما زال كبير جدا، لكن انا بالنسبه لي الكويت اكبر واعز، ومبدئي لن يجعلني مجاملا، ولا لا اصبحت مثل ربعنا اللي انتقدتهم قبل شوي. لا، انا بالمبدا لا اجامل. انت بسبب التصريح، بالمناسبه بسبب التصريح اللي تكلمت فيه عن مسلم البراك تعرضت له هجوم قاسي. ما يعنيني والله، ما يعنيني، وغردت انت. ما يعنيني اللي بيهاجم يهاجم، لا قدسية لأحد، مسلم ولا غير مسلم. أنا اللي بالنسبة لي أكبر وأعز من مسلم دكتور أحمد الخطيب، اللي رباني واعتبره مدرستي. انتقدته في يوم من الأيام لما قال ماكو فايدة هذا الموجود، فبالتالي أنا أدعو للمشاركة بالصوت الواحد، انتقدت علنا، وهذا منهم، هذا عمي، حسبة والدي، مربيني. بالعكس، هذه ميزة من يؤمن بالديمقراطية قولا وفعلا. ديمقراطية شنو؟ أن تمارس رأيك بحرية، وأن تعلن رأيك على العلن وبكل شفافية، وأن تكون واضح أمام الناس، ما تجامل على حساب مبادئك. صالح الملا لا يمكن، لا جاملت ولا سأجامل في المستقبل على حساب مبدئي وعلى حساب قضايا أنا مؤمن فيها، بشرط لا تكون بإساءة. أنا ما قلت شيء. أنا لما انتقدت الأخ العزيز أبو حمود كان نقدي مؤدب جدا ومهذب جدا. اللي بيسأل يسأل، اللي عنده مشكلة ويقدس الأفراد هذا شأنه مو شأني. طيب، دام تكلمنا عن هالموضوع خلني